كان بإنجيل القديس متى بالفصل 24 من الآية 3 بيقول: وبينما كان يسوع جالسا على جبل الزيتون، يعني نزلوا وصلوا على جبل الزيتون يلي هو إذا حدا منكم رايح القدس بتصير مقابل الهيكل، وبهداك المحل هلأ في كنيسة اسمها كنيسة الدمعة، دمعة يسوع، لأن هونيك بكي على أورشليم وعاملين الكنيسة بشكل دمعة جاي هيك مثل نقطة وجاي هيك، وحطين على المذبح دجاجة وصيصان حواليها. يسوع قال لها: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليك، كم مرة جربت أجمع أولادك مثل ما الدجاجة بتجمع صيصانة وما كنتوا تقنعوا معي، مشان هيك بلادكم رح تخرب كلها سوا. لكن من هونيك من جبل الزيتون يسوع كأنه عم يشوف أورشليم مهدم وعم يبكي عليها، وهونيك بكي يسوع. من المحلات القليلة يلي بكي يسوع، بتعرفوا بكي على أورشليم وبكي على لعازر، هالمحلات اللي يسوع بكي أكيد وببستان الزيتون. لكن سألوها السؤال هن تلاميذه على انفراد، ما بقى في عجقة، راحوا على المحل اللي يسوع كان يصلي هونيك ببستان الزيتون، وكان هونيك يشرح لهم عرواق. هونيك ما في حدا من اليهود، واليهود أصلا ما بيروح لهونيك أو الفريسيين، لأنه في كتير مقابر هونيك، ما بيحب يروحوا بين المقابر، بيخافوا من المقابر. بس يسوع كان يقعد هونيك هو تلاميذه. شو بيقول لهم يسوع؟ انتبهوا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين رح يجوا باسمي وبيقول لكم أنا هو المسيح. شو عم يقول؟ انتبهوا ما حدا يكذب عليكم وما حدا يقول لكم أنا المسيح وعم يجرب يقول لكم أيمتى زمن الله. ما حدا يكذب عليكم وما تخلوا حدا يكذب عليكم، لأنه المسيح معناتها هو جاي من عند الله. ما حدا يضللكم، يعني شو عم يقول لهم؟ يا جماعة نحن بعدنا بأي زمن؟ بعدنا بالسادس. يسوع عم يحكي هو والناس بعدهم بزمن السادس، وهن عم يسألوه أيمتى بده يكون الثامن. يا جماعة بعد في السابع، وين رحتوا فيه؟ بعد في وقت وبعد في درجة ودرجة، نحن بعدنا بالسادس. إذا حدا يجي لكم هلأ إنه صرنا بالثامن ما تصدقوه، هيدا كذاب، هذا النبي الكذاب يلي بده يقطع الأزمنة، ما تصدقوا. رح يجوا كتار يقولوا لكم إنه ها خلصت الدنيا، خلصت الدنيا. بتعرفوا ده صرنا سمعين هالكلمة هيدي خلصت الدنيا؟ نحن يمكن عقيمنا سنة 2000، بتعرفوا قديش في ناس خربت الدنيا وتؤلف ولا تؤلفين. بس انتو بتعرفوا كان قبل بألف سنة كمان صارت الدوشة زيتها على سنة 1000، وقبلها كمان عقيم بعد المسيح بشوي كمان صار في دوشة نفس الشيء. ناس يقولوا خلصت الدنيا، يعني معناتها وصلنا بالزمن الثامن. يسوع قال لهم ما تصدقوا يا جماعة، كل هلا منكم ما بتصدقوا. أول شيء يسوع كأنه شو عم يقول لهم؟ تذكروا إحنا بزمن السادس يلي هو زمن، وبالنسبة لليهود زمن السادس مثل اليوم السادس. تعرفوا شو كان صار باليوم السادس بالخلق؟ الله شو خلق يوم السادس؟ خلق الإنسان. لكنه زمن السادس يلي احنا كنا إيمانيا نقول الله زمن خلق الإنسان، هذا الزمن الثاني اللي قلنا نحن. بس باليوم السادس الله خلق الإنسان، وخلقه شو؟ على صورته ومثاله. بس شو صار من بعد منا؟ الإنسان بهدل صورة الله ومثاله. الله خلق الإنسان ليكون هيكل لالله يسكن فيه. الإنسان بيسكن، يعني مثل ما بقول البي بيخلف أولاد وبيسكن معهم، كأنه مش هيك أول بتصير معنا؟ بس الإنسان كبير ما البي بيجي بيسكن مع أولاده؟ قديما كنا نحكي مش هلا ما بتصير. ايه عادة بيقعد لحتى الإنسان بيخلف بجيب أولاد حتى بآخرته يسكن معه. الله كأنه بده يسكن مع الإنسان، بده يسكن بالإنسان. وهي مرة قال لهم يا يسوع، قال لهم أنا وبي بنجي نسكن عندكم، أنا عم دق على الباب، يلي بيسمع صوتي بيجي وبسكن عنده. الله من الأساس حابب يسكن فينا. الله صار جسدا وسكن
بيننا وسكن فينا، صار بقلبنا. بس شو صار؟ الناس نحن حطيناه لله بالحجر واعتبرناه الحجر الهيكل، هيدا صورة الله، وصار يمجدوا الهيكل ويعتبروه هيدا هو صورة الله. يسوع عم يقول لهم هذا الهيكل بده ينهد. الله ما بده يسكن بحجر، الله بده يسكن بالبشر. مشان هيك لازم ينهد هيكل الحجر اولا، لازم ينهد كأنه ضروري حتى الله يبلش يسكن بالإنسان. مش هناك الهيكل لازم ينهد. وانتو بتعرفوا انه الهيكل بلش ينهد، ايمتى بلش ينهد الهيكل؟ اخذ وقت لنهد، مثل ما اخذ وقت لتعمر. هيرودس اخذ معه 46 سنة حتى عمر له هالدوير برا. الهيكل بلش ينهد على الصليب. بتعرفوا اول شيء صار بالهيكل شو هو؟ وقت اللي يسوع مات انشق حجاب الهيكل. حجاب مش بردية، يعني اللي بيفصل، يلي كان بيفصل قدس الأقداس عن هداك، كأنك شيء الأساس انهد، بلش ينهد. كانوا عمول ما بقى في لزوم لهالهيكل هيدا، ما بقى في لزوم يكون في هيكل وتتقدم فيه ذبائح خواريف، صار في هيكل. مش هناك سؤالهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام، وكان يعني هيكل جسده. وقت قالوا له ولو الهيكل صاروا 46 سنة، انت هلأ بثلاث أيام بدك تشيله. وكان هذا يوحنا الحبيب بيقول وكان يسوع يقصد هيكل جسده. ما فهموا علي بالبداية، فهموه من بعدين. هذا الهيكل يلي الله بده إياه، هيدا هي صورة الله يلي بده إياها، هذا هو القيامة السادس يلي احنا عم نحكي عنه ومنحتفل فيه. هيدا صورة الله المزبوطة. مش هناك البداية بدها تكون ان الهيكل لازم ينهد، هيدي البداية. مش هناك يسوع عم يقول له انه ما حدا يضل لكم. خراب الهيكل مش النهاية، خراب الهيكل هي البداية. النهاية هلا بنشوف ايمتى، هي البداية. هن كانوا فاكرين هي النهاية، قالوا لا هيدي البداية يا شباب، لازم ينهد الهيكل حتى ما بقى تبقى محجرة، حتى هالوصايا العشرة ما تبقى مكتوبة على حجار، تكون مكتوبة بالقلب. الله ما بده ايانا نكون بس حتى لوحين حجار ونمشي وراهم. الله مثل ما قال مربولوس، مربولوس قال وصيتنا هي المحبة ومكتوبة على بحروف من دم، مش بحروف من الحجر. هيدي الله بده يكتب وصيته بقلبنا اللي اسمها وصية المحبة. شو بيقول لهم؟ نحن بنعرف انه الهيكل عمليا انهد. انتو بتعرفوا اي سنة انهد الهيكل؟ سنة 70. برافو، سنة 70 انهد الهيكل مثل ما قال المسيح. يعني بعد المسيح بقديش؟ المسيح مات بسنة 33، بسنة 70 انهد الهيكل. من 33 للسنة 70 انهد الهيكل كليا. اجا وهد الهيكل القائد الروماني تيتوس. تيتوس هجم على أورشليم من بعد ما صار في ثورات يعملوها الشباب، مثل ما هلا بيعملوا بفلسطين الحجار وبيضربوا اليهود وكذا. ما اليهود هيك كان يعملوا بغيرهم، كان هني كمان كل الثوار تبعونهم كان يعملوا ثورات وحروب. اخر شيء اجى عليهم تيتوس، هجم على أورشليم وما خلى حجر على حجر هونيك. صارت هالشيء سنة 70، والتلاميذ في منهم كان بعضهم طيبين وموجودين بهديك الوقت، عايشوا هالشغله هيدي. لكن هالشيء صار، وصار من سنه من 70، من سنه 70 وبعد هلا ما خلصت السنه، ما خلصت الدنيا. معناتها اللي المكتوب هون يسوع بيقصد فيها خراب الهيكل، ما بيقصد فيها نهايه الدنيا. مش هيك هون بدنا ننتبه لها الكلمات اللي عم يحكيهم يسوع هون، العلامات اللي عم يعطيهم اياها علامات البدايه مش علامات النهاية. هن يفكروا علامات النهاية، هاي المشكلة. ونحن هلأ بعد ما نفكر يسوع عم يحكي عن علامات النهاية، يسوع كان عم يحكي عن علامات نهاية الزمن السادس، حتى نبلش بالزمن زمن الروح، لأن الروح يعني حرية. قبل ما كان في حرية، قبل كان في الشريعة. الشريعة معناتها بتقطش لك، بتسرق بتاكلها، يعني يلي هي شريعة مثل شريعة حمورابي أو شريعة موسى. كان ماشيين بالحرف مثل الفريسيين، الفريسيين كان ماشيين بالحرف، بتعرفوا ابدا ماشيين بالحرف، 10% للهيكل 10% للهيكل، بكن تعمل فيك تعمل 7 ودمتها ما حدا بيقول لك شيء، بس المهم انت تطبق الشريعه. هيدا الحرف الذي يقتل. يسوع بيقول انه لازم نتحرر منه، لازم نبلش
بزمن الحرية. شو بيقولون يسوع؟ سوف تسمعون بحروب وأخبار الحروب، فإياكم أن ترتعبوا، فلابد أن يحدث هذا كله، ولكن ليست النهاية بعد. نسمع منيح، مش هيدي هي النهاية يا جماعة، بعدنا هون. يسوع عم يقولون رح تسمعوا أخبار حروب وحروب. أي حروب؟ نحن وقت لهلأ بنسمع نقول يا عمي هيدي آخر الدنيا، شفتوا قلب الإنجيل في حروب وكذا، أنه لأنه في حروب بالشرق الأوسط بدروان. كان يسوع عم يحكي عن الحروب يلي بدها تسبق خراب الهيكل، لأنه إلكم شو صار قبل سنة السبعين؟ شو صار قبل سنة السبعين؟ صار في اضطرابات يلي كانت نتيجتها أنه إجوا الرومان وحرقوا لهم الهيكل ودمروه، لأنه كان في حروب قبل، عملوا ثورات اليهود بكل المناطق، عملوا ثورات على الرومان يلي هي صارت اضطرابات سياسية بالإمبراطورية الرومانية بفترة صعود المسيح وخراب الهيكل. صار في حرب بالإسكندرية سنة 38 بين المصريين واليهود يلي مقيمين هونيك، وصار في حرب بسلوقيا كمان مات فيها 50,000 يهودي، وصار في كمان حرب بين اليهود والسامريين واضطرابات. ومن بعد منا بروما وقت نيرون، سامعين بنيرون يلي حرق روما كلها سوا سنة 68، هذا كان حرق روما واتهم وقت المسيحية واليهود، المسيحية واليهود وقت اتهمهم وبلش يقتلوهم للمسيحية واليهود، لأنه اعتبروهم مثل بعضهم أصلا، ما كان يفرقوا بين اليهود والمسيحية، كلهم بيصلوا نفس الصلاة، بيروحوا على الهيكل وكل شيء. وصار في هالاضطهاد الكبير على اليهود لأنه صار في ثورات. هين عم يحكي عنا المسيح، لو تسمعون بحروب وأخبار الحروب فإياكم أن ترتعبوا، فليست هذه النهاية، هذه الشيء أبدا مش هذه النهاية. سوف تنقلب أمة على أمة، وسوف ينادي ببشارة الملكوت هذه في كل العالم شهادة لي لدى الأمم. هون يسوع بلش ينتقل للزمن الثاني، عم يقول لهم من بعد ما تسمعوا الحروب وكل شيء بينهد الهيكل، هلا بعدين رح أقول لكم إياه بالتفصيل، بعدين رح يبلش ينادى بملكوت الله في كل العالم شهادة لي لدى الأمم جميعا، هيك بيقول اليسوع. وبعد ذلك تأتي النهاية، بتلاقوها بإنجيل لوقا بإثمان 24 بالآية 14، وقت عم يحكي وتأتي النهاية، يعني من بعد ما يخلص الزمن السابع تجي النهاية. خراب الهيكل كان هون، بعد في عنا البشارة إلى أقاصي الأرض، وبعدها تأتي النهاية يلي هي ببلش معناتها نهاية الأزمنة أو زمن الثامن. يعني هلأ صرنا نعرف إذا بنقرأ إنجيل لوقا أو إنجيل متى أو رؤس، خاصة متى 24 مثل ما كان قبل فترة بالكنيسة بتسمعوها، دغري لازم تعرفوا يسوع شو عم يقصد. يعني هلأ إذا بسرعة أنا بقري لكم ياهن دغري بتقولوا كل حدث لأي زمن بيكون تابع. صرنا نعرف عنا ثلاث أزمنة هون نحن فيهم، يسوع كان عم يحكي هون في عنا السبعة والثمانية، وهني لأنه سألوا ثلاث أسئلة مع بعضهم ويسوع عم يجاوبهم على ثلاثة مع بعضهم، هني فكروهن هودي رح تخلص الدنيا هون. يسوع عم يقولهم في علامات لهيدا، في علامات لهيدا، في علامات لهيدا. مش هناك من البداية، يعني من فصل من الآية 15 يلي هيدي حكينا عنها لقبل، كلها سوا هي عن خراب الهيكل، الحروب والدمار وكله سوا، هيدا زمن السادس، هيدا خراب الهيكل. بعدين وقت بيحكي، يعني بعدين يسوع بيحكي عن عندئذ تظهر آية ابن الإنسان في السماء. هون هي اللي كنت عم بقولكم اياها، اللي احنا بنحتفل فيها زمن الصليب، هون هي ذاتها تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب قبائل الأرض كلها ويرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم، ويرسل ملائكته ليدين الأحياء والأموات، مثل ما احنا بنقولها بنؤمن، أقول ويأبى سأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. هذا هو بيحكي هون، بيكملوا بيقول لهم وتعلموا من هذا المثل من الشجرة. وقت بتشوفوا أغصانة بلشت تتلين بتعرفوا أنه الصيف قرب. بس هون عم يحكي على هذا، هون عم يرجع يشرح لكل وحدة أنتوا بتعرفوها. مش هناك وقت بيقول لهم إذا بتشوفوا
رجاسة الهيكل مثلا، لما بتعرفوا انه صار في رجاسة بالهيكل يلي حكي عنها دانيال، بتعرفوا انه الشغلة اتربت. رجاسة الهيكل وقت اجى تيتوس او هداك الامبراطور واجى حد طلع على الهيكل، حتى النسر، هني بتعرفوا الرومان شعار النسر، على شعار النسر، نسر لقيصر، شك النسر على جناح الهيكل. بالنسبه ليسوع المسيح قال لهم انتبهوا، هيدي العلامه، بس تشوفوا الرجاسه على الهيكل معناتها راح الهيكل، لانه هو كانه احتل الهيكل. بتعرفوا شكل العلم هونيك معناتها احتلنا الهيكل ودمر لهم اياه. وقت بتشوفوا هالعلامه قال لهم بلشوا اهربوا. وهون بتشوفوا قصه هي، بيقول لهم ليفهم القارئ عندئذ ليهرب الذين في منطقة اليهودية إلى الجبال، من كان على السطح فلا ينزل يأخذ ما في بيته. يضلوا هربين بوجهه، عم يحكي وين؟ هون، مش عم يحكي عن المجيء الثاني، ما تسمعوا، عم يحكي عن خراب الهيكل، وعم يحكي للتلاميذ ولليهود يلي رح يكونوا موجودين بهداك الوقت. يسوع ما رح يكون موجود، بس عم يقول لهم أنتوا رح تكونوا موجودين، انتبهوا، عم بعطيكم علامة أنت بده يخرب الهيكل ورح يكون في شدة قوية. وصلوا انه ما يكون بالشتاء وما يكون يوم سبت، لان يوم سبت بتعرف اليهود ما فين يرقدوا كتير، محدودة يوم سبت، اكتر من هيك بصير في خطية عليهم، حتى تقدروا تهربوا تنفذوا بريشكم، لانه رح يكون في دمار لكل اورشليم. لكن كل هودي اللي بتقروهن هودي اكتريتهم دغري بتقولوا عم يحكي يسوع عن هون خراب الهيكل. في محلات بيحكي فيها عن هيدا، عن المجيء الثاني، وقت اللي بيحكي هون، وقت اللي بيقول لهم انه ها انا اخبرتكم قبل حدوثه، اذا حدا قال لكم المسيح هون او المسيح هون مدري شو، ما تصدقوا، لانه المجيء الثاني رح يكون مثل شو؟ مثل البرق اللي بيلمع بالغرب ويومد من الشرق فيضيء من الغرب، هكذا يكون رجوع مجيء ابن الانسان. لا فيكم تحضروا ولا فيكم تهربوا ولا فيكم تركضوا، الركض والهريبه هي هون، بس هون لا في ركض ولا هريبه، انت واقف محلك تخلص القصه. بيقول لهم بيكون في اثنين نسوان عم بيطحنوا قمح مدري شو، وحده بتروح وبتجي تجي، هيدا اللي عم يحكي عن الثاني. لكن لما عم يحكي عن شيء سريع، شيء ما بنعرف وقته، شيء ما فينا نعرف، ما فينا نكون محضرين له، معناتها عرفوا عم يحكوا عن زمن الله. كل شيء بده تحضير وكل شيء بدك تترقبه وناطره، معناتها هذا زمن الانسان. لانه بيقول له مثل اللص، اللص انت ما فيك تعرف امتى بدك تقعد تنطره، لو بتعرفه بيجي الساعه 7 بتقعد تنطره وتحمل العصا، ما بتعرف. يعني عم نحكي عن هون ما فيك تنطر، ما فيك لا في وقت ولا في مكان، هذا خارج الله. وما تقولوا بكره وبعد بكره وسنة 2000 وسنة 2017، تعرفوا من الشهر الماضي قلبت خلص بدي في ناس، بدي يجي كوكب يضرب سنة شهر أيلول حطوها مدري وين، وإنه 20 شهر وبعدنا طيبين ما صار شيء. والناس بيقولوا هلا قبل ما تخلص سنة 2017 ممكن كمان يصير، لأنه بلشت كأنه النهاية بسنة 1917 بالحرب العالمية وهيدي نهايتها، نلتقي بعضنا سنة 2018 بنقول إنه بعضنا طيبين، لأنه ما في، عم نحكي عن زمن الله يلي ما حدا بيعرف الوقت. مشان هيك اذا بدكم تسالوا طيب في شيء حكي المسيح حتى نعرف انه هيدا شو علامه، شو العلامه الحكيه هون؟ بالحقيقه يسوع عطى علامه وحده، بس علامه وحده، ايمتى بيخلص هيدا؟ ببلش هيدا. شوفوا شو هي، بيقول يسوع، بيقول هيدا اللي سمعتوها بالاي 14، سوف ينادى ببشارة، يعني هون هذا السابع، سوف ينادى ببشارة الملكوت هذه في كل العالم شهادة لي لدى الأمم، وبعدها تأتي النهاية. هذه الكلمة الوحيدة اللي يسوع عطاها، يلي هلا بدنا نشوف عمليا شو بيقصد، بس توصل بشارة الملكوت لكل انسان بهالدنيا، هاي معناتها الأقاصى الارض، لكل انسان، مش انه انا والله وصلت على تشاينا وما في حدا، معناتها خلص مو وصل، كل انسان توصل له يسمع بكلمه الله المضبوطه، بس كل انسان بهالدنيا يسمع ببشاره الملكوت، قولوا خلصت الدنيا.
هي بس هيدي امتى بدها تصير؟ هات لكم انتم بتعرفوا قديش عدد سكان الارض هلا؟ 7 مليار تقريبا وشوي. هلا اذا بنقول هلا سنه 2017 اذا حدا بده يقول لنا بدها تخلص حسب علامه المسيح 7 مليار نسمه. من هال 7 مليار بتعرفوا كم في عندنا مسيحي بس؟ 280 مليون مسيحي من اصل 7 مليار. في عندنا 1,500,000,000 مسلم. هندوس عندنا 948 وشوي هندوس يلي هن بالهند وتشاينا وهي. بوذيين 468 مليون وشوي ونص. صينيين يلي هن الدين الشعبي الصيني 458 مليون يلي هن بس عندهم هالديانة اسمها الديانة الصينية. الديانة الطبيعية يعني يلي بيعبدوا الطبيعة ومدري شو 261 مليون. أديان جديدة حديثة بيخترعوا أديان حديثة 64 مليون. السيخ يلي هني هودي تعرفوا بالهند 24 مليون. اليهود 14 مليون. والروحانيين هودي يلي الناس بيؤمنوا بأشياء روحية 13 مليون. هذا تقسيم هيك سكان العالم. معناته خلينا نفكر قديش بدنا بعد هالتنين مليار نحن حتى نصير السبعة مليار مسيحية أو تصلن. لما منقول يبشر ينادى معناتها بتسمع هي بكلمة الله مثل ما لازم، مثل ما لازم، مش مثل ما حدا بده يقول لهم إياها. أنتوا بتعرفوا حتى الإسلام وصلت لهم كلمة الله بس مشوهة، يعني هني بلشوا بدين أو بلشوا انطلاقة مسيحية مشوهة. كان في بدعة مسيحية بهذيك الوقت يلي ما كانوا يؤمنوا بالمسيح هو ابن الله، وهيدي أخذوها هني. يعني في مليار واحد أو مليار ونص واحد وصلت لهم بشارة مشوهة عن الإنجيل يلي هني اسمه الإسلام. يهود رافضين والباقيين بعد يمكن ما وصلت لهم بشارة، لكن بس الكل سوا توصلن بشارة الملكوت. آمنوا ما آمنوا يصطفلوا في دينون لألن، بس توصلن البشارة المضبوطة عندها تأتي النهاية. معناتها انطور، لأنه كمان تفكروا فيها، هل كل المسيحيين هودي المليارين وشوي عم نحكي عنهم مسيحية؟ كلنا هزينا براسنا. أنتم بتعرفوا البابا القديس يوحنا بولس الثاني شو قال؟ قال بدنا نرجع نبشر أوروبا من جديد. أوروبا يلي كانت أم المسيحية يلي هي بشرت كل العالم ما بقى فيها مسيحية. بنعمل رحلات على أوروبا كنيسهم صارت متاحف، ما في حدا بيصلي، ما في حدا بيصلي. يعني هالمسيحيين يلي هم محسوبين علينا مسيحيين بدنا نرجع نبشرهم من جديد. شعبنا نحن خدوا برعايانا، نحن قديش في من رعايانا بدنا نبشرهم من جديد، مش هيك؟ قبل ما نروح للجيران وللتشاينيز ومدري مين، نحن المسيحيين يمكن ثلاث ارباعنا بنقول بده شغل، اولادنا ثلاث ارباعهم بدهم تبشير، مش هيك؟ هيدا الشغله الثانيه. لحتى الناس يؤمنوا بالمسيح بده يؤمنوا من خلال مين؟ المسيح بده يظهر لهم؟ انا وانتو بدون يخلوا الغير مسيحي يآمن. وهيدي يسوع بيقولها، يسوع بيقول لهم اياها اذا بتشوفوها بانجيل يوحنا فصل 13، بيقول لهم بوصيكم وصيه اذا بتحبوا بعضكم بعض مثل ما انا حبيتكم بيعرف العالم انه انتم تلاميذي وبيامنوا فيني. مش اذا علقت صليب رح الناس يامنوا فيك، اذا حبيت خيك الانسان مثل ما المسيح حبك ساعة الناس بيقولوا هيك. كان يقول على المسيحية شوفوا قديش بيحبوا بعضهم، هيدي اللي كانت تخلي الوثني يصير مسيحي، مع انه ما كان يحكوا بالانجيل. انا جدي وستي مش قاريين الكتاب، بس اذا بيحبوا بعضهم بيخلوا جارهم المسلم يمكن بيصير مثلهم، لانه المحبة بتخلي الانسان يطرح علامة استفهام. يسوع بيقولها اذا بتحبوا بعضكم بيعرف العالم انه انتم تلاميذي. وبيكملنا يسوع، لكن شو بيعطينا علامة تانية. وقت كان عم يصلي ببستان الزيتون محل زيته، ويسوع بيعرف الشغله قديش بدها تطول، شو بيقول؟ بيقول لهم
حتى تحبوا بعضكم في علامة. ما في تقول ايه يا ابونا احنا بنحب بعضنا. العلامة يلي بدها تبين للعالم انه انتم بتحبوا بعضكم اذا بتكونوا واحد. هي يسوع صليها بنفس المحل يلي حكيها هون. شو بيقول لهم بإنجيل يوحنا فصل 17 من الآية 21 للآية 23؟ بيقول بيصلي يسوع بيقول يا رب خليهم يكونوا مثل ما انا وانت واحد، يكونوا هن واحد حتى يعرف العالم، بكملها، انك ارسلتني وانك احببتني كما احببتهم. لحتى الناس يصدقوا انه انا يسوع بعتني لازم يكون انا وابونا لبنان متفقين او واحد. ونحن هلأ كم شقفة المسيحية؟ يعني قبل ما تصير الوحدة المسيحية ما تفكروا العالم رح يصير مسيحي. يعني أول مرحلة حتى الغير، حتى هل يمكن 5 مليار يصيروا مسيحية، أول شيء المليارين لازم يصيروا واحد. يعني أول خطوة يلي احنا بدنا نبلش فيها هون قبل ما نخلص السابع هي انه نبلش نصير واحد مسيحي مع بعض. وهيدي انتو تعرفوا ده صار اللي عم يشتغلوا عليها يمكن شي 1000 سنة، ما بعرف داش بعد تاخد وقت، لانه مع الاسف انتو بتعرفوا الخراب هين لكن العمار صعب. انت بيت بتنكعوا بشغلة بتهدوا طاع عمره لشوف. الناس بيختلفوا ببعضهم، كلمة بتخلف بيت، بس تعوا وقفوا نوافق الناس ببعضهم بيهلكونا، ما فيك تعمرهم. اثنين بيختلفوا رجال ومرا مع بعضهم، اخوه بيختلفوا ببعضهم، بس تعاش معهم مع بعضهم. لان كل انسان بيقول لك انت وانت وانت وانت، ونحن بعدنا لهلا، انتوا الروم وانتوا الكويتلي وانتوا ما بعدنا هيك، بعد كل انسان بفكر حاله احسن من غيره. بدها تاخذ وقت، نحن عم ناخذ وقت، نحن الصعبين مش الله الصعب، نحن يلي مش عم نساعد الله. لكن معناتها انه لحتى يصير هالشي هيدا لازم يكون الكنيسة وحدة والكنيسة بتحب بعضها كلها سوا. ساعتها العالم كله بيعرف انه نحن مسيحية، بيأمنوا او بيسمعوا البشارة المضبوطة، لانه اذا مختلفين الناس بياخدوا شهادة غلط عنا، نحن بياخدوا الشهادة المضبوطة وعندها تكون النهاية. هلأ اذا بتقولوا طيب هالشي يعني تقريبا يا ابونا اعطينا فكرة شي 1000 2000 صرنا 2000 سنة، تعرفوا انه هالسؤال يسوع شو جواب عنه؟ قال لهم اياها هون يسوع. اما ذلك اليوم، يلي هو بنفس الشيء بالاي 36، اما ذلك اليوم يعني هذا الانتقال من هون لهون، وتلك الساعه فلا يعرفهما احد ولا الملائكة بالسماء الا الاب. يعني يسوع ما بيعرف. إذا يسوع ما بيعرف أنا بدي يكون أعرف أنا وابن البناء ما نعرف، يسوع ما بيعرف، العدرة ما بتعرف. مشان هيك إذا عم تسمعوا أوقات إنه ظهورات لمريم العدرة وبتقول إنه هيدي نهاية الدنيا، صدقوني العدرة ما بتعرف أي متى. مع احترامي للعدرة، هي ما عندها، إذا يسوع ما بيعرف، العدرة ما بتعرف، هذا الآب وحده يسوع بيحددها وبيقولها مرتين. حتى بيرجع بيسألوه نفس السؤال هن ببيت عنيا، يعني براس الجبل بحل ذاته. وقت يسوع كان بده يطلع على السماء عند الصعود، اذا بتقروها باعمال الرسل بيجي بيقولوا له اخر سؤال بيسالوه قبل ما يطلع، طب قبل ما تفل خليني اسالك السؤال هيدا، افي هذا الزمان تعيد الملك الى اسرائيل؟ يعني بايامنا نحن هلا هون بدك تصير هون؟ شو بيقول لهم يسوع؟ ليس لكم ان تعرفوا المواعيد والاوقات التي حددها الاب بسلطانه. ما لكم انتم تسالوا هالسؤال هيدا، ما بحق لكم تسألوا هالسؤال لأنه ما في جواب عليه. أنا ما عندي جواب عليه يسوع، هذا الآب وحده. خلوا له هالشي للآب، ما تاخذوا له كل شيء. أعطانا كل شيء وخلى هالشغلة لإله هو. بدنا نقشطه كل شيء نحن. نحن هيدي نحن بنحب ناخذ كل شيء من الله. طمعين على الآخر مثل آدم وحواء، بده يصيروا مثل الله. هيدي كانت مشكلتهم. بسرعة إذا كان بدنا ناخذ فكرة عن هالشي اللي عم يحكي عنه المسيح، كيف هالشي يصير بسرعة. في حدا من الرسل كان بعده موجود سنة 70. تعرفوا أكترية الرسل كانوا ماتوا بهداك الوقت. أول واحد يعقوب قطعوا له راسه، بطرس مات،
الرسل اكتريتهم ميتوا قتل، بقي واحد وحده بس يوحنا الحبيب، هيدا نفيه على تركيا هلا بجزيره بطمس هونيك، وهو قاعد هونيك كتب كتاب اسمه سفر الرؤيا. سفر الرؤيا كتبه سنه 95، يعني قديش من بعد ما نهد الهيكل ب 25 سنه كان صار هونيك. هو قطعت عليها الدنيا كلها سوا، قطعت كل المشاكل، سمع كل الكلام اللي قاله المسيح، كتب كتاب اسمه سفر الرؤيا يلي هو صار في عنده انخطاف. هو قال انا، هو اذا بتقروا سفر قال انا موجود هون بهالمدينه بهالجزيره اللي اسمها بطمس، صار عندي انخطاف وشفت، اجى الملاك وخبرني شيء اللي انا عم بكتب لكم اياه هلا. اهميته هذا اللي كتبه انه يسوع يعني سفر الرؤيا، انه هو انكتب من بعد خراب اورشليم، وكان بوقتها بلش الاضطهاد الكبير كمان على الكنيسه، لانه من بعد ما هدوا اورشليم صاروا لاحقين المسيحيه بكل المحلات، والمسيحيه صاروا خايفين انه كل الرسل ماتوا بعد في يوحنا. هل يا ترى اذا مات يوحنا معناتها خلصت الدنيا؟ انتم بتعرفوا باخر انجيل يوحنا الفصل 21 فكروا يسوع قال وقت اخذوا لبطرس على جنب، بتعرفوا من بعد الغداء كان بعد ما ظهر لهم، قال له بطرس، قال له يا بطرس طب هذا اللي حقنا شو قصته؟ قال له إن إذا شئت أن هذا أن يعود حتى أنا أجيء فما لك أنت؟ وشاعت بين الإخوة أن هذا التلميذ لن يموت. روى يوحنا الفصل 21 آخر إنجيل يوحنا، فكروا أنه ما رح يموت، مع أنه بيقولوا يسوع ما قال أنه ما رح يموت. وقت اللي يوحنا كان ببطمس وكان صار رجال ختيار، الرسل صاروا قالوا يمكن هذا إذا مات معناته هيدي علامة رح تخلص الدنيا، يمكن صار باش يحطوا علامات هون. كتب لهم هالسفر الرؤيا حتى يقول لهم يا جماعة يرجع يأكد لهم هاش نفس الشيء. شو بيعمل بسفر الرؤيا؟ سفر الرؤيا في سبع رؤى مش ثمانية، سبع. بتقول لكم ليش ما عملوا ثمانية؟ لأنه هو عم يحكي عن بالسماء، بالسماء ما بقوا فيه ثمانية، بالسماء كل شيء صار. انتو بتعرفوا عند الله كل شيء صار، مش ناطر شيء بعد الله، نحن هيدا ناطرين. هو عمل سبع رؤى، يعني كل شيء شافهم صاروا، كل شيء شافهم صاروا. هو بهالسبع رؤى في، وكل رؤية في أربع في سبع شغلات كمان بيحكي عنها. يعني أول واحدة عن الكنيسة على الأرض، أسرار الحياة، مشروع الخلاص، الكنيسة ومريم. بالرؤية الخامسة في غضب الله على الشر. بالرؤية السادسة هيدي المهمة عنده هو، يلي هي سقوط بابل بسميها، سقوط بابل وإعلان الدينونة والسبع تسبيحات. الرؤية السابعة الأرض الجديدة والسماء الجديدة، يقول رأيت أورشليم الجديدة نازلة من السماء كعروس عم تتزين العريسة. هيدي السماء، شايف السماء. بس بالرؤية السادسة حكي عن شيء هون، بالرؤية السادسة تبعيته حكي عن هيدي. شو بيقول هو بالرؤية السادسة يلي هو بيقسمها لثلاث أقسام صغيرة؟ أول وحدة الإعلان الظفر، بيصير في احتفال بالسماء، بيقول أنا شفت احتفال طبل وزمر وزمامير وصلوا الانتصار، النصر لإلهنا، أعلن النصر قبل. أنتوا بتعرفوا الله بيعرف شو بده يصير مش هيك؟ أنتوا بتعرفوا يسوع وقت كان يصلي شو كان يعمل؟ كان يشكر الله قبل ما يطلب منه شيء، لأنه بيعرف هالشيء بده يصير. نحن عادة شو بنعمل؟ نشكر من بعد، نحن بننطر النتيجة حتى نشوف إذا بنقول thank you ولا لا. يسوع كان يقول thank you قبل، وقت القومه للعازر من القبر إذا بتنتبهوا قال له أشكرك يا أبتي لأنك استجبت لي، وبعد ما قال له شيء. من هلأ عم يشوف شو بده يصير، يسوع كالله بيعرف شو بصير قبل، مش هناك الله بيشكر قبل. ونحن اللي علمنا كأنه اللي بيشكر قبل متأكد من النتيجة، إذا أنت تركت لبعدين ما أنت عندك شك، تعلمه ونخلينا نجرب نقول له الله thank you قبل ما نطلب منه، كأنه نحن نقول له نحن مأكدين أنه أنت بدك تعطينا، نحن ما عندنا شك فيك. هون بيقول أنه بلش بالاحتفال أول شيء، بعد منا بيحكي عن القوي بيشوف الفارس الأبضاي راكب على حصان، بيجي وبيربطه للشيطان، بيربطه بسلسلة عظيمة وبيقشطوا سلاحه، بيقشطوا سلاحه هون على الصليب. انتوا بتعرفوا انه يسوع ربطوا للشيطان على الصليب، قشطوا سلاحه. الشيطان كان عنده سيفين هيك ابضايا، السيف اسمه الكذب، كان يكذب على الناس، هو الكذاب مش هيك؟
تعرفوا اسمه أبو الكذابين، هو اخترع الكذب، كان مكذب على كل الناس من جدنا آدم لآخر إنسان عم يكذب علينا، وإحنا مصدقوا لأنه بروفيشنال بالكذب، بروفيشنال ما فيك إلا ما تصدقوا. عم بيقلنا أنه الله ما بيحبنا، وبيقلنا بس تموت ما في أيامي وكل هالشيء هيدا. والسيف الثاني كان يقتل الناس، هو بيقتل الناس، اسمه قاتل الناس، هو القاتل الناس، عنده هالسيفين. إجا المسيح على الصليب، على الصليب قال له أنت كذاب، الله هالقد بيحبنا، هكذا أحب الله العالم أنه عطى ابنه الحي. ما بقى صدقوا لجماعة هذا الإنسان لأنه هذا كذاب. والثانيا إذا بيقول لكم أنه بيحطكم بالقبر، قولوا له القبر مفتوح من تبارتين إليكم، بعد ثلاثة أيام من قوم. الشيطان ما بقى في عنده سلطة علينا، مش هناك ربطه كأنه ما بقى عنده قوة. بيقلنا وهون بيحكي فيه عن هذاك، بيقول من بعد ما يربط الشيطان بيجي وقت بيفكر حاله الشيطان رجع صار قوي، لأنه في ناس بيلحقوه، سوف تستبرد المحبة بقلوب الناس. ساعتها الشيطان يبين كأنه هو بده يسيطر على الناس، بده يسيطر على العالم كله سوا. شو بصير؟ بقلنا بتجي نار من السماء بتحرقه، بتحرق يلي لحقينه، وبينرمى ببحيرة الكبريت، وهناك يعذب إلى أبد الآبدين، وخلصت الدنيا. يعني معركة هينة، ما في حرب هجوج ومجوج ومدري شو مشاكل، المعركة محسومة. النهاية كانوا عم يقلنا أنه بيروح نفخة، بيروح الشيطان، لأنه أوريدي ما بقى عنده سلاح. يعني ما تخافوا، مثل هيدا البرق، مثل ما بلمحة بصر هالشي بيصير، تنزل من السماء وبتروحوا. حتى قلن للمسيحية يا جماعة ما تخافوا، ما تخافوا من الشيطان، ما بقى عنده سلطة عليكم، أنتوا غلبتوا الشيطان، أنا غلبت العالم، بيقول يسوع المسيح. لكن خليني أختم بهالكلمة حتى أقول أنه يمكن تقولوا طيب شو بدنا نعمل يا أبونا؟ إذا ما منعرف العلامة وقلت لنا الشغلة صعبة، يمكن ننطرنا بعد شي كم ألف سنة. بهالوقت شو بدنا نعمل؟ تماماً مثل ما من بعد ما سألوا السؤال ليسوع، هو طالع على السماء، يسوع ما جاوبهم، قال لهم ما لكم تعرفوا هذيك. شو قال لهم يسوع؟ قال لهم أنتوا سوف تنالون قوة، تكونون لي شهوداً. هيدا اللي قال لهم لازم تعملوه، تكونوا لي شهوداً بأورشليم. أولاً بأورشليم، شو يعني أورشليم؟ ببيتكم، مطرح منك ساكن بدك تكون شاهد ليسوع المسيح. في اليهودية كلها، يعني جيرانك وقرايبينك وولاد ضيعتك كلهم سوا. وفي السامرة، السامرة يلي هن انت مختلف انت وياهم، يلي هن كان في مشاكل إيمانية هن وياهم، السامرة إلى أقاصي الأرض لآخر الدنيا. شو عملوا؟ قال هذا وارتفع إلى السماء. شافوا ملائكتين واقفين على جنب، قالوا يا شباب شو واقفين عم تعملوا انتوا هون؟ شو هيك عم تطلعوا؟ مثل ما شفتوا يسوع طالع نازل، هو يروحوا وعملوا اللي بيقول لكم عنه يسوع. ورجع التلاميذ الى اورشليم، وكانوا جميعا يداومون على الصلاه بقلب واحد، ومعهم بعض النساء القديسات ومريم ام يسوع واخوتهم. وهي خلصت الحكايه. قال لهم اللي انتوا عملوه، كونوا بقلب واحد عم تصلوا كلكم سوا مع بعض النساء ومريم، يعني مصلي مع مريم ومع الكنيسة كلها سوا بقلب واحد وفكر واحد، وما نعتل هم شو بده يصير بعدين. إذا عملنا هالشي هيدا، نحن إذا كانت اليوم أو بكرة أو بعد ألف سنة، نحن بالنهاية المجيء الثاني هو كرمال لجي يسوع المسيح، ما بيخوفنا. مش هناك ما نضيع وقتنا لا نشوف علامات ولا نشوف اشياء، لانه ما عم نلتهي فيهم. خلونا نعيش حياتي اليوميه بمحبه وبصلاه، نحب بعضنا ونفكر كيف الكنيسه لازم تتوحد، ونعمل شهاده للاخرين، وساعتها الفرحه الكبيره خلوها سوربرايز لنا، خلوا له الله هو يقلنا هيدا هو الوقت، ما نشغل فكرنا بالشهاده. امين.